نيجي بص بقى للتنس الطاوله. انتوا كنتوا متربع على عرش التنس الطاوله بقالك سنين طويله، مده طويله، رجال وسيدات. النهارده بتيجي تبص، النهارده مثلا احسن لعيبه المفروض عندك ومصنفه دينا مشرف، النهارده سافرت المانيا واحترفت ايضا يعني مثلا نادين برضو لما تيجي يعني لسه كانت في حاله ولاده ولسه جايه ما لحقتش ترجع للمستوى الطبيعي بتاعها. لكن لما تيجي تبص امبارح هنا جوده عندها 13 سنه و14 سنه، كانت صحيح. واحده من الثلاثه اللي كانوا بيلعبوا بنت 13 سنه هنا جوده ومروه الهديبي. ولما تيجي تبص مجموع الافرج بتاع السن صغير ده يطمنك، ده بالاضافه لمجموعه اللاعبات اللي كانوا قاعدين. فبرضو يعني احنا عينينا على اي دفوهات بتحصل او لكن يعني حجم الانجاز اكبر بكبير هو جدا. ده اللي انا عايزه، انا باخد الكلمه لازم اقيس يعني. هو التارجت بتاعي ان انا الحمد لله ان انا افوز بكل البطولات وكل حاجه وده هدفي، لكن لما يكون انا كم البطولات اللي انا دخلتها كسبان منها 90 او 95% ممكن الناس بتسيب كل حاجه وتمسك في الحاجه اللي فيها اخفاق. هو ده النادي الاهلي، عشان كده انا بقول لك ايه، بقول لك انا عيني تملي على الحاجه اللي بيحصل فيها اخفاق، مش الطبيعي اللي احنا بنكسبها. صحيح يا كابتن، والحقيقه كان حوار جميل جدا مع حضرتك، نورتيني وشرفتيني يا كابتن رؤوف، وبصراحه اتمنى لك كل التوفيق على المستوى الشخصي والمستوى المهني يا كابتن. حبيبي كابتن هيثم، وانا كنت سعيد جدا في وجودي معاك، شخصيه محترمه محاور جيد في ظل التجديدات الجميله دي. انا فوجئت طبعا، باجي كذا مره قبل كده في القناه، فببارك لكم على الحاجات الجميله اللي موجوده هنا اهوت، ووجود حضرتك في البرنامج ده اضافه كبيره، وانا متابع جيد للبرنامج بتاعك، وربنا يكرم الى الامام باذن الله. ده شرف كبير لما يطلع الكلام ده من حضرتك، اللي انا وقعت عقود انضمامي، فاكر يعني طبعا يعني عقود انضمامي للنادي الاهلي، احسن خطوه في حياتي كانت على ايد حضرتك وفي مكتب حضرتك، وده لن انساه ابدا، يعني ما دام حيانا الله سبحانه وتعالى على الارض.